تحتفل حرائر ولاية عين الدفلة على غرار باقي نساء العالم بعيدهن العالمي في أجواء احتفالية بهيجة. دار الثقافة لولاية عين الدفلة استقطبت معارض إبداعية لحواء المثابرة. بمناسبة عيد المرأة أقول للمرأة الجزائرية كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت امرأة قوية شجاعة. رسالتي لها نقولها أيتها العظيمة اصنعي مجدك، اصنعي تاريخك، اصنعي شرف أبنائك، كوني الأم، كوني الأخت، كوني السيدة أينما كنت وأينما وجدتك، عيدك سعيد. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لعيد المرأة نقول كل نساء العالم كلكم دمتم متألقات، دمتم جميلات، دمتم رائعات في عيدكم، دامت عظمتكم ودمتم دائما الأخت الصديقة الحبيبة، دمتم سندا لنا، كل عام وأنتم بألف خير. أنا كجمعية وعود أبرار بلدية برج الأمير خالد مسرورة جدا بهذا الحفل الرائع، واللي من خلاله يعني أبرزت الفتاة الريفية ويعني كل الطموحات تاعها يعني وكل الصفات اللي تبرز بها الفتاة الريفية. والي الولاية هنأهن وأبان عن دعمه المطلق لنصفنا الآخر. تحية خالصة لكل النساء الجزائريات وعبر التراب الوطني والنساء العالم كافة، إن شاء الله نتمنى لهم عيد سعيد وعمر مديد وكل عام هما بخير، وخاصة الحراير اللي خلاو بصمة في الوطن الحبيب. كي تقعد المرأة في الدار تقول ما كان والو، تقطع الياس من هذه الدنيا. الحمد لله عندنا يدين نقدروا نخدموا أي حاجة في هذه الدنيا، ونتمنى المرأة الجزائرية عام سعيد وكل عام وهي بخير. بمناسبة عيد المرأة أحيي كل النساء الجزائريات بهذا اليوم السعيد، وأطلب من كل امرأة تملك حرفة في يدها أن تستغلها وتثبت نفسها. تكريمات مزجت بوصلات طربية وسط حضور نسوي قياسي، لتكتمل فرحة من يصنعن لأنفسهن الرفعة والوقار في شتى الاختصاصات. كل عام وأنتم بألف خير يا سيدات الجزائر.